مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى وجي توكس، وما حتكون لا وظفك ولا نومور ولا نكشت راس. هاي راح تكون معنا ان شاء الله سيريز جديده، يعني من المحتوى تبع التشانل اللي احنا دائما عم نحكي عنه، سواء كنا عم نحكي في الوظيفه، كنا عم نحكي عن نومور، عن كيف تشتغل في قطر، كيف تشتغل في بلدان كمان غير دوله قطر. فلقيت انه في عندي هيك مجال صغير انا ممكن ادخل فيه، وان انا اقدر افيد فيه متابعين بطريقه شوي اكبر، سبيشالي بعد ما صارت الاسئله اللي تيجي على التشانل كثير تتعدى موضوع التخصص اللي انا بشتغل فيه مثلا، او التخصصات اللي انا بعرف عنها، او المجالات اللي انا بحب اطلع احكي عنها في الفيديو. ولقيت من باب الفائده انه ممكن انه يكون في بارت جديد ممكن ندخل فيه على التشانل، وهذا البارت يكون بفيد اكثر من الفيديوز اللي انا بحكي عنها. علشان هيك لقيت انه لو دورت على عضو جديد هيك يدخل معي على التشانل، فمين هذا العضو وايش المقومات اللي لازم تكون في هذا العضو، او السكيلز اللي لازم تكون عند هذا العضو اللي ممكن يدخل معي على التشانل ويفيد بصوره اكثر من الصوره اللي انا ممكن اني اكون عم بعملها على التشانل. العضو الجديد راح يكون شو اسمك؟ العضو الجديد راح يكون زي ما شفتوا وفاء. وفاء هي عباره عن شخص، يعني خليني احكي، بيشتغل في مجال اتش ار، فهي ممكن تفيدنا كثير في هذا المجال، تحكي لنا عن الوظيفه والتوظيف، وهي حاليا عندها خبره 7 سنوات. اليوم في هذا الفيديو ما راح احكي كثير عن وفاء، بس حكيت عن السيريز تبعتنا اللي راح تصير تنزل ان شاء الله كل يوم اربعاء على الساعه 9:30 على التشانل جي توكس، والسيريز راح تكون باسم كارير توكس. بشوفكم.